صباح الخير استاذ مروان. صباح الخير. صباح الخير. شو رايك بالشيء اللي عم بيصير؟ وانا مش عارف حلوين لا على البال ولا على الخاطر. فكرت انه فيلم يعني الصراحه يعني من يوم الثلاثاء ليوم الخميس نكون بالطريق ولا على البال ولا على الخاطر. الشيء ضحك بلعبه يعني. هيك يعني المشكله انه احنا طلعنا العده بالطياره لو ما طلعناهاش كنا عملنا حالنا وروحنا يعني الصراحه شو بس ايش بدنا نعمل يعني العده بالسياره بالطياره مش مهم مش مهم خلص خلص هسه احنا بنعمل لنا معروفيه يعني للاسف في تاخير تقريبا ساعه ونص ويعني بين عايزين نحط على الشنطه هنا اول شيء بنرجع كيف بدي ابين عليك عربي لما عم تاكل مشمش؟ بحب قلب قوى قح. ليه مش عامل لقشات للكاميرا؟ هسه احنا رايحين ناخذ السياره اللي مروان سكر عليها. بده يعطينا سياره جديده الزلمه قد ما زهق منه لمروان. طيب يا جماعة الخير احنا مش مبينين الدنيا عتمي انا عارف بس معلم مروان ما فيش طريق من هون الا بده يمرق من الطريق اللي مسكر هون المبلا من هون في طلعة سكر برضو كمل دغري للاخر صنع مشتل هاي بعدنا هون وضوعنا شو نعرفك انه هون الطريق انت؟ مفهوم بنجي ونطلع حطي شرط مبروك شو الباص من تحت من هراي الراجل مبروك شرط الباص لا الكابتن سيوت هذا كنا احنا مرقنا من تحتيه هذا مرقنا من تحته؟ مرقنا من حده هداك هداك بس مش هاي الطريق عشان هيك في اشي غلط لا لا اسمع شوي احنا مرقنا من حد هداك اللي اكيد في مفرق ضيعناه احنا عند الهاي طلع 100% طلعنا من حد الكارتن سوتس هذا من هون نزل الباص احنا بدنا نيجي من فوقي الشارع ونطلع على سبيل الطريق الرئيسي فاهم كيف؟ وهذا الطريق بيجي من هون بس احنا اجينا من تحتية الشارع اللي مرقناه من لوك على عندك سيارة دربنا مش احنا طالعين من تحت كنا على اليمين بس نرجع من هون على الشمال في شمال ننزل تحتية الشارع ونطلع لغاية اوكي من هون هذا الشارع اللي اجى منه الباص اجى منه الباص فتنا على اليمين بدك تقعد على الشمال على الشمال بس مش عندك بس عندك خط ابيض غاد ولا شفت على الشارع بدك تطلع يمين يمين هي على اليمين طلعنا هون
الباص هسه اجى منين؟ اجى من غاد. احنا بدنا نيجي من غاد بنفوت لازم يكون في مفرغ هون من هون على اليمين ينزل هو لازم يكون في مفرغ قبل الكورب هيا نزلنا قبل الكورب نزلنا على اليمين وين اليمين وين اليمين تكتلي فات من هون فاتش من هون لا شنو هون فات فات من هون فتك هذا الشارع بودي خلاص بودي بودي محل بودي لا لا بودي لوين شارع رئيسي هذا بس الرجعة بيضل علينا الفيلم احنا مزبوط ماشيين عشان شايف ضوء وغاد مش بس عشان بس هذا الشارع اكيد يجينا منه لانه ماشي مع الشط لا وقالنا انه في شارعين في واحد القديم هذا بنعدي يمكن القديم هذا القديم اه اللي بيجي جنب بالضبط غريع في واحد فوق اه هي مرانا محد خير ولا لا خير ولا قلنا طلع منظر هون لا يا خير بلا مرانا المشكلة مش بنروح المشكلة بالرجعة وين بدنا نفوت عشان نلاقي الاوتيل ساجر تاكسي وفي في شيء ما شفتش ولا تاكسي كله بيسجل سيارات في تاكسيات انت خير شو عم تصفر على ليل عشان نشوف الطريق بس ترجع هذا صار شرعين صح؟ اه ضل بس الرجعة الرجعة هسه الرجعة بدنا نعيل كيلو متر كنا 188 توكل على رب العالمين هاي لعب السيارة الصبح صباح ربع يا اخي ينفع نجيب لهم صور لا صورتك ما فيش انا صورتك ابو نبيل هسه احنا قبل أيوة. قبل ما نضيع بالترويحه ايوه هذا كله كوم الليله وترويحكم المهم احنا نزلنا على البلد بس انه نروح هسه هاي بس بايد ربنا يعني الصراحه أيوة. يعني ابو لبيب زعلان ليه ما تصورش يعني هسه مصورين انا شفت كرتو كتير ليه كرتك؟ كرتو كتير يا راجل قولوا غير مش عارف وين انت المفتاح مش ملاقيه بلا بلا يا منيح ها خلص هيك اه شايف هيك بس مصيبه بجيب كارت الاوتيل بستاجر تاكسي وبمشي قدامه لا هسه بنرجع نرجع على الخريطه على فكره اه يعني بنعرف حالنا وين وبنرجع على الخريطه يلا تامل خير ان شاء الله شوفوا وشكوا على خير ان شاء الله ايربورت هسه فوت عليهم بس نفس الوقت اللي قطعناه بدنا نوصل لنيويورك بدك يعني بدك كمان 20 دقيقة أو أكثر ربع ساعة بتخيل 20 دقيقة وإيش في عن إيش في عن نيويورك هاي؟ بسطة بس بدنا نوقف شيء إيش بدك تسوي قريب؟ لسه بدنا نرتب أمورنا في الخرايط يا رب نحن رايحين إحنا عارفين وين رايحين صح؟ إحنا عارفين يعني بدك تقول احنا وين صورنا اول شيء؟ طب لبيب ضوعنا ولازم نلاقي حل للموضوع يعني الصراحة hours later على الاساس ابو لبيب بيعرف بالخرايط نزل سال الزلمه وين احنا قال له الزلمه انت هون طيب وين هون يعني احنا مش عارفين وين رايحين يعني ابو لبيب بيقول لي
إشي اسمه نيويورك. خذ افهم إيش نيويورك بالنسبة له. وهيك بتكون أول ليلة إلنا يعني. بس الزلمة قال له أنت هون لازم إحنا نمشي لهون. وين يعني هون؟ مع كل حال إسا بس يجي أبو لبيب بنفهم منه القصة. أبو لبيب وين إحنا؟ وين سؤالنا لك؟ ما إيش قلت لي هون؟ وين هون؟ عرفت اسم المحل؟ إيش تعمل لي هيك بأصبعك؟ كارتز كارتز. عرفتوا هيك صح؟ تقريبا. شارع عدني 16000 سهين 16 إشارة 13 مليون بدك تروح انت على اللي احنا على الشمال. يمكن هاي الطلعة اللي انما معشرة كانت بالخريطة. مين هو السيارة؟ احسن من المتسوبيشي هذيك. جد؟ شايف؟ طيب اتضح انه ابو لبيب بيعرف المحل وكان فيه من زمان هون. هو عم بقنعنا انه هو بيعرفه للمحل مع انه تهيأ لي في كارتينج في تلعب؟ عم يشوف. وهي مدينة عايشة. طب علينا يمونة غاز باخر الدين المقطوعة. قطعتنا 300 كيلو عشان تاكل بوظة. وين بوظة؟ واه جبال البوزة اللي هون. شو رايك تقفل السيارة طيب؟ فانت خير. بس شو مسوي شو مسوي شو مسوي؟ صورك انت عم تاكل بوزة ابو لبيب. وين ذا نيويورك؟ On the way down. Yes. Where is the taxis? Before I. بعدين يا طارق روح لجوا. ايش عم تسوي؟ ولا شو عم تقول شو ما تبيته بس الله. بس بدك تدوق صح؟ ليش تاكل انت؟ ايش هذا لبن؟ بيك دوبر بس يا شيخ. ايش هذا الابيض اللي عليه؟ لبن؟ طيبين؟ كثير. خليه يعمل كمان واحد يلا. ليه بدك شنتين؟ ايه؟ ليه بدك شنتين؟ انا عارف. كمان واحد يلبسه كان. طيب شيء غير شكل هاي صح شربك مر. وين بغدك بس على محلات طيبه هون؟ يعني لك صراحه يعني شمر ريحه مروان حرفت لي الدنيا. صح صح بابا صح. هاي كيف تتغلب وين بس ايوه اي three days later. شو رايك نمشي؟ لازم نطلع الشارع الفوقاني. بس مو اعطاك على هذا الخط. لا اطلع من المدينة انا حسب رأيي من هون بعدين اطفي مروان. نطلع الشارع الرئيسي ونعرف حالنا انه رجعنا عليه ساعتها بنطفي.
طلع الشارع ثاني معقول؟ ليش معقول؟ احنا لفينا حوالي المدينة ورجعنا لها. يكس عم يطلعك دغري من المدينة للشارع الرئيسي. لازم من هون لتحت. لا 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 كمل كمل. اللي فوق اللي اخذنا فيه على اليمين لازم نكمل كان دغري. في وقفنا على مفرق اخذنا على اليمين. جرب لما الاقيه بالاخر طفش. وين يروح؟ هو هون خلص علي هون. هو هون يعني الصبح بركي. حتى الصبح لما نوصل الصبح ما بينفع. هون على اليمين وضعنا انه نقدر نرجع كمان مره لنلاقي كمان مره يمين. كيف كنا احنا عم ندور في ماجيك روم وفي بعد. سعد بخير للسواق. ايش؟ نص ساعة زمان بخير للسواق. نص ساعة؟ إذا ما وصلناش بغيرها. قلت لك في على الشروق قلت لي شفت محال ولا واحد بيركب على الواقف هون. يعني أخيرا وصلنا أبو لبيب. حبيبي وين نروح؟ متى نوصل؟ لفينا بدنا نوصل. شكرا لك سعدتينا. ولا سعدت ضوعتنا. ما هي ضوعتنا.